إقالة الوزير جابر عصفور، ومنذ توليه المنصب والوزير تصاحبه حالة من الجدل الشديد، بداية من اختياره وهو رئيس لدار الوثائق القومية كوزير للثقافة، ثم بسبب خلفيته الأزهرية وكونه محسوباً على الوسط الأكاديمي، الأمر الذي اعتبره بعض المثقفين دخيلاً على الوسط الثقافي. وبعيداً عن ذلك، تسببت زيارة الوزير إلى متحف محمود سعيد بالإسكندرية في واقعة نالت اهتماماً كبيراً من الرأي العام، حين وصف أمينة المتحف بالتخينة، ما أثار الغضب الذي امتد إلى المطالبة بإقالته. أهلا بكم من جديد. الحقيقة أنا محتار جدا، يعني بتذكر في 11/6/2013 أنه الإخوان المسلمين أطاحوا بمجموعة من قيادات دار الوثائق المصرية، كان على رأسهم الدكتور عبد الواحد النبوي اللي هو أصبح فيما بعد وزير للثقافة. هنا على هذه المائدة جرى حوار بيني وبينه حوالين الموقف اللي خدوا منه الإخوان المسلمين، والحقيقة كان موقف قوي جدا من الدكتور عبد الواحد النبوي، وأنا بشهد في ذلك. وكنا فين؟ كنا في عز حكم الإخوان المسلمين، في عز وجود محمد مرسي. لكن بمجرد أن عين الدكتور عبد الواحد النبوي وزير للثقافة، حتى لقينا اللي طالع يقول أن الراجل ده إخواني. الحقيقة أنا متحير جدا، يعني أشهد أنه واجه الإخوان، ولدينا في إرشيف هذا البرنامج أكثر من ساعة ونص من التسجيلات الدقيقة اللي بتؤكد أن هذا الرجل واجه الإخوان مواجهة واضحة وشرسة، ودافع عن خدانة وثائق مصر، وأصر على أنه لا يمسسها أحد. لكن في نفس الوقت لقينا بقى قصة الإخوان. خلونا الأول أرحب بسيادة الوزير، أهلا بك. أهلا بك. تفسيرك إيه للتناقض؟ أنا بشهد بالفعل أن على هذه المائدة كنت حضرتك لك موقف واضح جدا من الإخوان المسلمين، لكن فجأة لقينا بمجرد تعيينك أن اتقال عليك أن أنت تنتمي إلى أو يعني لك هوى إخواني، ما هو التفسير؟ والله أنا احترت أيضا في موضوع التفسير وليه يعني هذه التهمة، ولكن يبدو أنها كانت محاولة، إذا كنت تريد أن يعني تسقط شيئا أو تقدمه للمجتمع حتى يرفضه المجتمع، أن تقول لدي أنه إخوان. والبعض نسي أنك أنت أولا الفترة اللي قضيتها في الإخوان، أنا أتقدم مية من علاء عبد العزيز أكثر من بلاغ، حتى بعد الحلقة مع حضرتك أنا اتهمت بأن أنا اخترقت. ده اللي كان تولى رئاسة الهيئة. لا، عبد العزيز اللي كان وزير الثقافة. وزير الثقافة. وكان في خالد فهم اللي هو كان متولى رئاسة الهيئة، أن أنا يعني اخترقت الأمن القومي. بالظبط. ولا يستحق أن أنا أفتكرهم بصراحة يعني. لا، أنا أقول لحضرتك حاجة تانية، ده راح تحدث في مجلس الشورى وذكرني بالاسم أن عبد الواحد النبوي ده يعني خطر على الأمن القومي، لأنه صرح مع الأستاذ عادل حمودة بأسرار دار الوثائق القومية يعني. وكانت اتهامات واعتقد لو كان الامر استمر لا قدر الله يعني، والحمد لله ربنا لم يقدر، الحمد لله الحمد لله، انه يعني كنا ممكن كنا هكون انا وانت ان شاء الله في زنزانه واحده، بس سلام وقول من الرب الرحيم يعني. الحمد لله. طيب حضرتك، خلينا نفتح الموضوع بتاع الوثائق ده الحقيقه، لان انا بعتقد انه هذه الوثائق لها حساسيه خاصه. يمكن هناك وثائق خاصة بالملكية العقارية في مصر، وده يمكن كان مجال لمافيا سرقات أراضي. حضرتك بعد ما جرى تواصلت يمكن مع أجهزة الأمن القومي لحماية الوثائق، خصوصا أن في بعض الوثائق يمكن تتصل باليهود في مصر، وده لها حساسيات ما يعني هم يدركوها يمكن أكتر مننا في هذه الفترة. وإزاي قدرت تتواصل بحيث أن تمنع الإخوان من هم يطلعوا هذه الوثائق خارج مصر؟ يعني دعني أقول لحضرتك شيء. أولا لما كنت موجود في دار الوثائق القومية، وده صراحة يرجع ليها الفضل لهيئة الأمن القومي، أن تم تأمين دار الوثائق بعدة أنظمة. من الصعب جدا أنك أنت تستطيع أنك أنت بسهولة أنك أنت يعني تصل لأماكن الوثائق المهم، وعليك أنك أنت تتعدى 11 نظام موجود داخل الدار، وبيمر النظام ده بأنظمة آلية وبشر.
والاثنين يتفقوا مع بعض في الاخر تصل اليهم، فيبقى في نوع من الصعوبه. كان طبعا مجرد ان وصول على وزير الثقافه الاخواني ده الى البتاع كنا حاسين بنوع من الخطر وان قد يحدث مساس بهذه المؤسسه. فكان هناك تنسيق بشكل عالي، وكان هم في الصوره كامله، وكان ممكن نقول الامر كان اندر كنترول يعني بالنسبه لهم. ووجود شخص لما جاء طبعا كانت رسائل وصلت له ان المؤسسه دي مؤسسه مهمه التحرك فيها بحذر. ودعني اقول لك شيء، ان الامن اللي كان موجود في الدار كان بيراقب اي حد منهم، حتى ان يعني دعني اذكر لك طرفه، ان المسؤول عن الهيئه كان اسمه خالد فهمي يوم 28 و29 و30 يونيو جاب ملابسه واستقر وقعد وبات ونام في قلب المكتب، وكان ما كانش حمامه فيه دش فعمل له دش. الامن بقى كان قاعد معاه، وكان لما يخرج حتى احيانا بالشرطي كانوا يخرجوا معاه، ولما يتحرك في الدار بكل متر كانوا متحركين معاه بشكل جيد وبشكل يعني ايه. الامر اخر احنا وضعنا برضو الوثائق المهمه في اكثر من مكان، ومن الصعب انك انت يعني توصل لها بسهوله. وحميتوا الوثائق دي من المافيا ومن الاخوان. ومن الاخوان. دعني اقول لحضرتك شيء، ان اولا في اولا ده الوثائق اللي بيعمل فيها 177 وكلهم من يعني خيره الوطن، يعني بيحافظين عليها حتى الان وهي مسؤوليتهم، ويدركهم ان دي امانه في اعناقهم لازم يسلموها بشكل جيد. برضو كان في نوع من المافيا الشرسه للاستيلاء، يعني احنا في احد العمليات احنا وقفنا الاستيلاء على 252 مليون متر مربع في رشيد، بمعنى اخر مساحه مدينه رشيد كامله كامله. وكان في تزوير في اوراق من القرن ال 18 الميلادي من سنه 1763 ميلاديه. وهذه تخيل بقى، وهي منطقه ايضا حتى في شركه بتعمل للتنقيب عن البترول والغاز في المنطقه. وكان كل ده كان الاستيلاء عليه بورق مزور. وكانت في محاوله للاستيلاء عليه بورق مزور. ايضا كان في بعض الاراضي اللي موجوده في اسكندريه، وكان اعتقد ان في ممكن يكون للاخوان كان لهم طرف في محاوله تسهيل الاستيلاء على هذه الارض، لكن برضو كانت الجهات عندها علم بهذا الموضوع واوقفت مثل هذه العمليات. يعني كانت مرحله، اقول لحضرتك تتذكر تصريح عصام العريان لموضوع عن اليهود ممكن ان يعودوا وامرهم. في نفس وقال تتفضلوا يرجعوا وتفضلوا في نفس الشهر في نفس الوقت كان في محاوله لتهريب مجموعه من الوثائق المهمه المتعلقه بهم في اكتوبر 2012 من احدى المؤسسات الحكوميه المهمه. فعلا. واحنا اللي صراحه الاموال العامه مباحث الاموال العامه بمحافظه القاهره مديريه امن القاهره اوقفت هذا الامر واتصلت بينا، واحنا اللي عدينا التقرير واصرينا ان هذه الاوراق يجب ان تنقل لدار وثائق قوميه وتوضع في غرف مؤمنه، لانها تحتاج الى فرز وعنايه وفيها يعني ما يمس امننا القومي. وبالتالي يعني مش غريبه قضيه التخابر المتهمين فيها وتسريب الوثائق لجهات خارجيه. لا بلا شك طبعا، اعتقد ده موجوده وعندهم بشكل. طب يعني ليه المثقفين كده عملوا، يعني هل لانك وزير صغير في السن؟ يعني احنا بنشوف برضو وزير لاول مره يمكن في الاربعينات. حضرتك عندك كم سنه؟ 45 سنه. اول مره برضو نشوف وزير في الاربعينات. اشرف العربي عنده 45 سنه يعني 46 يعني برضو حضرتك الاصغر، لا تزال الاصغر وزير يعني. وده الحقيقه يمكن برضو استجابه لمطالب الكلام عنها ان احنا عايزين شبان في القيادات. الحاجه الثانيه انه يعني حضرتك تاني وزير بالنسبة للثقافة بتيجي من منطقة دار الوثائق يعني. تمام. لكن ليه يعني هل العاملين في دار الوثائق دول ما عندهمش الشعبية الكافية يعني، وعندهمش الجسور الإعلامية اللي بيتمتع بها مثلا المراكز القوى في الثقافة اللي هم الروائيين مثلا الشعراء، بيبقى لهم قوة ولهم تأثير يعني. يعني طبعا أنا مش هقول إن أنا مستغرب أو، لكن هو طبعا يعني في قاعده بتقول الانسان عدو ما يجهل. فشويه البعض ما كانش، رغم ان كان ليه علاقه صداقه تربط بالبعض منهم او علاقه من بعيد او التقينا في ندوات او مؤتمرات. وزي ما حضرتك بتقول دايما منطقه الادب العربي الشعر والروايه والقصه هم لهم تاثير في الثقافه اكثر، رغم الفنان فاروق حسني كان جاي من منطقه مختلفه، ما هو كمان اتحارب وحاربه في الاول شديده، وثروت عكاشه نفس الحكايه، وعبد الحميد رضوان نفس الوضع. يعني في مجموعه من يعني من اللي طولوا الوزاره بهذا الامر. انا استشفيت ان توجه الدوله في الوقت ده ان احد يكون مدرك للعمل الحكومي بشكل جيد، ان عنده رؤيه للاصلاح، وخاصه الاصلاح يعني
وزارة الثقافة كيف تتحرك للأمام لابد أن تكون خفيفة ولديها سرعة في الحركة في النواحي المالية والإدارية حتى تنفذ نشاطا جيدا وتنطلق إلى مناطق أخرى. السنوات الماضية كان لدينا مركزية في الثقافة، يعني إقليم القاهرة الكبرى كان بيستحوذ على ما يقرب من 70% من نشاط وزارة الثقافة، وأحنا لدينا 60% من سكان مصر موجودين في الأقاليم. طيب. فيجب ان احنا ننطلق الى الاقاليم، كيف يمكن ننطلق ولدينا مؤسسات ثقيله وفي ارجلها حجاره واثقال، فبالتالي لابد من التخلص في هذا الامر، لابد ان لدينا مشاريع متوقفه، يعني انا جيت مثلا وزاره الثقافه وجدت ان لدينا 220 مليون جنيه ومش عارفين ننفقها على التطوير ومطلوب انفاق. يعني طبعا عندك فلوس وما عندكش انفاق. بالضبط. ووجدنا فيه هو مجموعه من الموظفين في الشؤون الماليه والاداريه وبعض الموظفين في الشؤون القانونيه يخيفوا القيادات في ان هم اذا انفقتم واذا فعلتم هتخشوا السجن. ونظرية الأيادي المرتعشة بدأت تظهر بشكل قوي، ويمكن إلى حد ما كان يمكن بإدراك لعدم إدراك لقوانين ولوائح الدولة المصرية، فده اللي جعله هذا الأمر. وإحنا حاولنا على قدر الإمكان إن إحنا ننفذ بعض المشروعات. يعني لدينا متحف سرايا الجزيرة في مقتنيات تقدر بما يقرب من 260 مليار دولار طبعا. وهذا المتحف مغلق من 1988 وأسند إلى شركة حسن علام بقرار من وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي. من أيام حسب الله الكفراوي ومن 1988 وحتى الآن لا نستطيع. من كام؟ من 96 95 يمكن. لا 1988 كان قرار حسب الله الكفراوي. وكان طبعا لم يخرج الوزارة بعد، يعني كان لسه في أول بداية الوزارة. فطبعا ده وذلك احنا وضعنا خطة ان المتحف بكل حال من الاحوال لابد ان تستكمل انشاءاته قبل 30/6/2016، يعني ما يقرب سنة تقريبا. ووضعنا خطة لهذا الامر وجدولناها وحطناها على ميزان الدولة. انا التكليف الاولاني كان مثال رئيس الجمهورية الاهتمام بكسور الثقافة، وذلك كسور الثقافة الميزانية المخصصة ليها للصرف على تطويرها كانت هذا العام 90 مليون، احنا حاليا بنضعفها تصل لاكثر من 250 مليون. اعتقد ان ده الدور الاساسي في المرحله اللي احنا فيها. بالضبط، يعني هي يعني. يجب ننطلق. احنا لدينا 4700 قريه. ال 4700 قريه القصور التي القصور الثقافه التي تخدمها ما تزيدش عن 300، يعني لما تيجي نقسمها كل قصر ثقافه مثلا يعني بيتكلم في مليون، يعني 750,000 600,000 ده كثير جدا، وقصر الثقافه بيعمل فيه 20-30 فرد، فده لما 20-30 فرد يخدموا 600,000 ده عبء كبير. فاعاده هيكله قصور الثقافه واعاده انطلاقها وتاهيل اماكنها هو ده الهدف الاساسي ليه. ده الهدف الاساسي. انا عندي ثلاث اهداف رئيسيه على ثلاث مؤسسات كبيره. يعني احنا بنعول عليها انها تنطلق بقوه، لان الباقي الى حد ما بيعمل بكفاءه ليست بالقليله. يعني اول حاجه قصور الثقافه، ويجب انها تنطلق بقوه، وفكرة بناء القصور بمعنى قصور، يعني أنا لدينا قصور ثقافة مش مجرد شقة كده فيها 2 موظفين. لا ليس مجرد شقة وليست مجرد، يعني أحيانا كان بتوصل ل 30 متر الشقة دي وتقول عليها قصر ثقافة. أو قصر ثقافة تكلفة تصل ل 60 مليون أو 50 مليون. لدينا قصر ثقافة يعني زي قصر ثقافة بنها والفيوم والقناطر وأسيوط وإسنا، وفي قصور مقفولة لم تفتتح بعد. يعني وفي قصور مقفولة، بس في قصر يتكلف 60 مليون أنت عشان تصونه سنويا. دايما في نظرية بتقول إن من 5-10% للصيانة. صحيح. يعني أنا محتاج على الأقل 3 مليون للصيانة هذا القصر سنويا. طب أنا عندنا استعداد، يعني احنا عملنا دراسة إن ممكن بناء قصر ثقافة وبيت ثقافة تكلفته 3 مليون. يعني أنا أبو 60 مليون ده ممكن نعمل على أرض وفي مسرح وفي 300 متر وفي مسرح وفي مكان تعمله وفي حديقة جيدة تمارس فيها النشاط وانت تقدر تشتغل فيه بشكل جيد. مش محتاج لا الرخام الجلالة ولا الإزاز بألوان كذا ولا التكييفات المركزية ولا أنظمة الحماية المدنية. له تصميم معين يعني. له تصميم وأقرناه وهنبدأ ننطلق فيه في الأيام القادمة، وتكلفته لا تزيد عن 3 مليون جنيه. يعني قصر ب 60 مليون ممكن ان احنا نعمل 20 موقع جديد في 20 مكان محروم من النشاط الثقافي وممكن الممارسه فيها بشكل جيد. فبالتالي وذلك عندنا لدينا خطه ان ال 500 قصر ده يصلوا ل 1000 قصر خلال 5 سنوات. فبالتالي هيكون لدينا انطلاقه فيها، لان احنا لازم نستوعب كل اولادنا اللي يعني اللي هم تخطفتهم العقول والايادي الارهاب الاسود، وده محتاجين ان احنا نحتضنهم مره ثانيه. سيد وزير خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل الحوار مع حضرتك. بعد الفاصل نكمل الحوار مع سيد وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي. بعد الفاصل.
حواري متصل مع السيد وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن مضاعفة عدد قصور الثقافة، وأنا في اعتقادي الحقيقة أن دي يمكن أهم خطوة الحقيقة نحتاجها في ظل فترة إحنا محتاجين فيها أن إحنا نغير عقول الشباب. ويمكن الذين يتحدثون عن تغيير الخطاب الديني متفائلين، أنا في اعتقادي أن تغيير الخطاب الديني يبدأ بتقوية التيارات الأخرى. دكتور عبد الواحد سيد وزير الثقافة، ما رأيك في قضية تغيير الخطاب الديني؟ هل يمكن نغير الخطاب الديني بالفعل، ولا احنا بنقوي التيارات الأخرى من خلال الإبداعات والفنون والثقافة والشعر؟ أنا طبعا مع لابد من تقوية هذه التيارات، وهي حتى تكون أنها توازن هذا الأمر وتستطيع أنها تنطلق بقوة بمصر بحرية وبإبداع أكتر. يعني كلنا نتذكر، انا يعني لما نتذكر مثلا فيلم صلاح الدين ايوب نتذكر احمد مظهر، رغم ان صلاح الدين بصورته مختلفه. يعني ما تفعله السينما، ما تفعله المسرح، وما تفعله الموسيقى، وما يفعله الغناء، وما تفعله الروايه والقصه والشعر والادب، يحدث في نفوس كثيرة من التغيير. وبالتالي الاهتمام بدعبه هذا الامر اتصور ان احنا يجب الدوله توريها نوع من الرعايه، ودي القدره على ان احنا نحتضن ولادنا في السن الصغيره حتى لا تتلقف الايادي كما قلت. لان أنا ذهبت للكرة كثيرة ووجدت أن معظم مراكز الشباب الموجودة مغلقة وليست تقوم بدورها، ليست فيها أماكن لقصور الثقافة، فكان بيتلقف بقى هذه الجماعات المضللة اللي تبدأ معهم من الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم تسلمهم للجامعة، وفي الجامعة هناك من يتولى هذا الأمر. ولذلك نجد في يعني أحيانا بنتصور ونتخيل لماذا هذا الإصرار على السير في هذا الطريق من هذه الجماعة الضالة، لأن سنوات كثيرة وهي تزرع في العقول أشياء سيئة، سنوات كثيرة وهي تزرع في العقول أشياء مخربة. فبالتالي لا تحدثني اليوم عن أنك أنت يعني هتغير في خلال أيام صعب قليلة. صعب جدا. لذلك لابد أن ننتبه لهذه أجيالنا الصغيرة ونرعاها ونظل على هذه الرعاية ونحتضنها بشكل جيد. طيب أنت حضرتك رحت زرت، من المواقف الطريفة المكتوبة عندي هنا أن حضرتك رحت زرت الأبنودي، وهو في المستشفى بيقول هو في وزير ثقافة اسمه عبد الواحد، يعني ايه الحكاية دي؟ انا حضرتك اديت اليمين الساعة 2 ظهر الخميس، وعلى ما خرجنا من الرئاسة ومجلس الوزراء كانت حوالي الساعة 4. وكنت اعلم ان هو داخل المستشفى، فطلبت ان انا اذهب، فقالوا لي يعني يفضل مش اليوم يعني صعب. وذلك انا يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحا كنت عنده، فدخلت عليه وسلمت عليه، فيعني فكرني احد من المحبين وهكذا، فانا احد من المحبين فعلا، ودردشنا كثيرا وكذا. فبقول له مش في وزارة ثقافة عين جديد؟ قال لي ده بيقول اسمه عبد الواحد. قلت له ده مش عبد الواحد بس واحد، ده في اتنين عبد الواحد وفي وسط النبوي. فقعد يضحك وقال لي هو في واحد في وزير ثقافة بس اسمه عبد الواحد. واقول لحضرتك شيء، كانت معايا الاستاذة منى انيس وكان معايا زوجته نال، وجرينا الحوار، ووجدته تاني يوم مباشرة بيتصل بي اتصالا طويلا ما يقرب من تلت ساعة، وبيعتذر ويقول لي والله أبدا أنا مش عارف. لكن وطلب مني ساعتها، قال لي كلمة طريفة، قال لي أنت أدمك أدم خير، أدم أخضر، وأنا أريدك أن تفتح اللي هو طبعا له متحف أبنود للسيرة اللي فاتفقنا على ان احنا نحدده، وحددنا على انه يكون في 25 ابريل مع اعياد سيناء. وفعلا بدانا نرتب، وقال لي انا هاجي. حتى السيده نهال كمال اتصلت بي قالت لي صعب ان هو ينتقل للدكتور وارجوك يعني. قلت لها هيبقى ننتظرك في هذا الافتتاح. ولما اردت ان اؤكد على الموعد بعد الاتفاق مع محافظ قنا، فقالوا لي انه داخل العنايه المركزه في مرضه الاخير. لكن هو كان من الشخصيات الرائعه والجميله، وكنا على تواصل في وقت يعني طبعا، وناويين نعمل اشياء جميله ليه. وهيبقى المتحف هيفتتح في 30 مايو اعتقد، 30 مايو اللي احنا فيه اسبوع ثقافي، 30 مايو الجاري اسبوع ثقافي كبير، في فيلم تسجيلي، في معرض كتب، في فنون شعبيه، في سيره هلاليه، في مجموعه من حبيسه، سوف يكونوا موجودون يعني عندنا، وفي كل عام هذا الامر. ولدينا ايضا شيء اخر، احنا انا اعرف اغاني الابنودي اللي بترد عدى النهار، وانا كل ما اقول التوبه وكل الاغاني الرائعه اللي. ولما سالت قالوا لي في ما يقرب من 2400 اغنيه وليست مسجله وليست مكتوبه. فقلت لهم ده احنا ده ممكن ان يضارع اغاني الاصفهاني يعني لو احنا جمعناها. بالضبط لو جمعناها ووزرناها. ففي اليه دلوقتي بنحاول ان نصل لاليه ان احنا نجمعها من شرايط الكاسيت او المسجله عليها، بس ان احنا نصدرها في كتاب عن طريق وزاره الثقافه. ده
طب خلينا نحل مشكلة حقيقة السيدة اللي انت قلت لها انت خسي شوية يعني. الحقيقة انا يعني مندهش من القصة نفسها يعني. يعني مش عايز دافع عنك لكن في الحقيقة يعني انا شايف ان القصة كانت غريبة بشكل او باخر يعني. يعني فيها تصاوت شوية يعني. لا انا هقول لحضرتك حاجة. هو طبعا الموضوع اخذ اكثر من حجمه. و يعني هو لما اتفهم كلامي بشكل غير جيد انا اتصلت بيها مباشرة بعدها بساعة. وقلت لها نصا كده يا استاذ عزة انا لا يمكن انا اهينك ولا يمكن اقول لفظي مس كرامتك وانت انسانة محترمة وانا احترم كل نساء وزارة الثقافة وبناتها وكل المصريات ودورك الوطني كبير ولا تتخيلي ابدا ان انا ممكن اقوم بهذا الامر. وعلوم في كل الاحوال انا ده رقم تليفون الخاص وده رقم ميل الخاص واي افكار جيده لوزاره الثقافه انا معاكي فيها مباشره نطبقها بل ان انك تعزمين على اكل سمك عندكم في اسكندريه وانت اللي هتدفعته. وانت هنا هذا الامر قالت مع الوزير طب انا محتاجه حاجه زي دي مكتوبه فاصدرت بيان بهذا الكلام وقلت ان انا في اسكندريه كذا وقلت نفس الكلام اللي انا يمكن قلته حضرتك وانت هتعزى الامر لكن طبعا وجدت الامر يعني ايه وبدا ان يعني الامر مش بيصير في طريقه فانا سكت وانتهى الامر عند هذا الحد وقلت خلاص يعني. يعني هل بعتقد انه يعني هل التبسط يعني التربص يعني برضه شيء غريب على كل حال. طب لماذا لم تذهب الى الاحتفاليه بتكريم شاديه في اكاديميه الفنون يعني؟ لا انا كان في ارتباط صراحه ساعتها لان هم اتحدد الميعاد وانت طبعا يعني شويه ما كانش في تنسيق معايا ساعتها في الموعد يعني وبقيت ان انا يعني مخير ما بين امرين صعبين حتى انا اتصلت بحسين الجاسب وقلت له يعني كنت اتمنى ان اكون موجود لكن الظروف لم تسمح وانتهينا عند هذا الحد. لكن الاكاديميه محترمه يعني وانا يمكن عندنا خطه لاصلاحها في الايام القادمه بشكل جيد لان دي اكاديميه فريده من نوعها في المنطقه. صحيح. ليست هناك اكاديميه للفنون في المنطقه التي نعيش فيها هي مسؤوله عن تخريج الكوادر التي تمد وزاره الثقافه برجالها الذين يصنعون الثقافه في المنطقه. فبالتالي لو اجدنا ان احنا الاليات وضعنا اليات جيده يعني اولا تستقبل يعني الطلاب الجيدين الذين يستطيعون ان هم يكونوا كوادر لوزاره الثقافه وضعنا اليات جيده للماجستير والدكتوراه عملنا تجويد بشكل جيد وتدريب مستمر للقائمين عليها اعتقد ان احنا هنكون متفردين واولادنا هتخطفوهم المؤسسات في المنطقه وخارج المنطقه. فوزلك انا اجتمعت بمجلس اداره الاكاديميه وطلبت منهم هم زبلاء واعزاء واكاديميين رائعين ان هم ادرى بامراض الاكاديميه وادرى بكيفيه علاجها وادرى بالطموحات التي تريد ان ترقى اليها الاكاديميه. واعتقد انهم ماشيين في هذا الخط بشكل جيد وعندهم مجموعه اكبر. متحف الجديد ايه بتاع الاثار الفرعونيه؟ هو تبع وزاره الاثار. لكن احنا يعني بيحتاجنا الدكتور ممدوح في اشياء فبنحاول نعمل وبيننا وبينه حاجات مشتركه يعني عندنا قصر عيشه فهمي هم طبعا بيشرفوا على ترميمه وده من القصور الرائعه اللي على النيل اللي هم هيكون متحف رائع من المتاحف. لكن من ضمن المتاحف هو متحف جمال عبد الناصر واحنا هيكون جاهز ان شاء الله الافتتاح. هيكون في نفس بيته القديم في بيته القديم اللي في المنشيه هيكون بكري بنشيه بكري وهيكون الافتتاح على 6 اكتوبر ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله. يعني احنا متحف بيضم كل مقتنيات عبد الناصر. العرض المتحفي حاليا بنتصور انها هيبقى تاريخ عبد الناصر من وفاته مرورا بالثوره من مولده مرورا بالثوره حتى وفاته. وده هيكون يعني يقدم نوع من بعرض تشويق بشكل مختلف يعني هذا الامر. وكان فيه برضو كان فيه كلام على متحف قياده الثوره في الجزيره. هو طبعا متحف قياده الثوره كان بدات فيه بعض الاعمال لكن دكتور يونان نبيب رزق الله يرحمه كان متبنيه وكان ده هيكون فعلا ده متحف للثوره نفسه. لكن لما بدا يكون متحف جمال عبد الناصر موجود في الصوره وفيه اهتمام بيه اكثر وبدا ياخذ خطوات اكبر ويعني يكون اقرب الى الانتهاء فبدا ان هو ياخذ جزء من تاريخ الثوره وبدا التفكير اعاده النظر في متحف الثوره كيف يمكن استغلاله بشكل بانورامي اكثر لتاريخ مصر. وحاليا في مجموعه بتعمل على ان تضع رؤيه لكيفيه تزلم خاصه ان هو يحتاج مبالغ كبيره لترميمه وتاسيسه وتجهيزه. طيب حضرتك بتتكلم على مشروع صيف ولادنا الذي يبدا تنفيذه خلال الايام المقبله لمده 3 شهور يعني. بص استاذ عادل حضرتك احنا ولادنا شبابنا تقريبا كده بالصغير
سيف ولادنا ده عندنا ما يقرب من 35 ل 40 من سن ست سنوات حتى في عقد الثلاثينات. عندنا 60% شباب. بالضبط. الأزمة الكبيرة اللي عندنا بشكل كبير إن ولادنا دول الثلاث شهور بيكونوا يعني هم بنفسهم بيبحثهم عن آلية لكيفية ملء فراغهم. وملء الفراغ ممكن يعني طريقة ما يقعد قدام التلفزيون، يا إما على النت، يا إما ينزل الشارع، يا إما يروح أماكن أخرى، يا إما يتلقفهم آخرون. وفكرة بقى إن إحنا كيف يمكن إن إحنا نستفيد بهذه القوة، كيف يمكن إن إحنا نوجهها لخدمة الدولة، كيف يمكن إن إحنا نعطيهم فرصة للتنفيس عن قدراتهم وطاقاتهم. فبدأنا التفكير بإن وزارة الثقافة ليست وحدها لن تكون بهذا الجهد، يجب أن تشترك مع وزارة التربية والتعليم، يجب أن تشترك معها وزارة التعليم العالي، وزارة الشباب، وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الوزارات اللي يمكن أن تقدم رؤية ولاستيعاب طاقة الشباب في هذه المرحلة. وبدأنا نعد برامج كاملة. على سبيل المثال في حاجة اسمها مصر تبتكر للشباب اللي هم القادمين على الاختراعات، يعني بيفكروا علميا. عندنا مسابقات في الفنون التشكيلية، عندنا عروض مسرحية، عندنا عروض في السينما، عندنا مسابقات في الشعر في القصة، يعني عندنا حاجة اسمها شاعر الصعيد وشاعر الدلتا وشاعر مصر. عندنا أفكار في إن حاجة اسمها صالون الأجيال يلتقي مفكرين وأدباء مع الشباب ويلتقوا، ورش عمل في المسرح ورش عمل في السينما. مجلس الأعلى للثقافة به 28 لجنة، أعضائها 658 عضو. لو كل عضو عمل ندوة واحدة لهؤلاء الشباب عندنا 658 ندوة أو 658 لقاء. فبدأنا نستخدم معارض الكتاب تعرف انها تتمركز في القاهرة الكبرى وتنطلق شمالا قليلا وجنوبا قليلا. فعطينا ان لابد من اقامة 27 معرض كتاب ب 27 محافظة. وده كل لدينا كتب مقدسة في مخازن. انا وجدت يعني كتب مقدسة في مخازن الوزارة. طب لماذا لا تخرج للنور ويقرأها الجميع؟ انا التقيت باطفال في اسوان بيبحثوا عن الكتاب. الكتاب الورقي، مش هنقول الكتاب الديجيتال يعني. فلماذا لا تنتقل كل هيئات الوزارة التي تقوم بالنشر زي الهيئة العامة المصرية للكتاب، دار الكتب، مجلس على الثقافة، المركز القومي للترجمة، قصور الثقافة، كلهم بيطبعوا كتب. بالضبط. ويبدأ هذا الأمر وننطلق بها. فبدأنا ده من 27 معرض كتاب. عندنا فيه أسابيع ثقافية، عندنا فيه رحلات ثقافية، يعني في ممكن تقول حالة هتحدث في خلال الثلاث شهور كويس. ومنظمة بشكل جيد، ويكون دورها بنحاول إن احنا كل تفصيلة حاليا يمكن أنا بنعكف عليها ومش راضين نعلن لما يعني تكتمل أركانها بشكل قوي. يعني أنت تعلن أنك وزير للمصريين أو للثقافة ولست وزيرا للمثقفين؟ أنا وزير لكل المصريين بما فيهم المثقفين إذا أرادوا أن أكون وزيرا.